هخش برضه عشان النقطة دي فيها كلام كتير، مفيش حاجة اسمها عوار دستوري في قانون أو وسيادتك رجل قانون. ثواني بس ثواني بس، النائب العام طلع بيه كتاب دوري أن المواطن الذي يدخل مستشفى معينة فيها بنك في العيون يعلم تماما وبيمضي وهو داخل موافقة على أن هو في حالة وفاته في المستشفى دي ممكن يؤخذ القرنية بتاعته. ده موجود فدي تعتبر، ما هو ده اللي موجود كتاب دوري من النائب العام محدد ثلاث حاجات. سنة كام؟ في سنة 2006. حلو قوي، الدستور 2014. ايه المشكلة؟ هو الدستور، ما هو ده اللي اسمه عوار دستوري. لا يا فندم، ده مش عوار دستوري، دي اسمها موافقة. لما انا النهارده اقول ان في قانون، هو في الدستور حاجة اسمها مثلا التكليف، قانون التكليف ان يجبر بعض الكليات على ان هم يلتحقوا بطريقة اوتوماتيكية بوزارة مثلا زي وزارة الصحة في كليات المهن الطبية، ما فيش. النواب الشعب بيروا ان مصلحة هذا الشعب ان هؤلاء للخدمة الصحية بيروحوا. طيب، من يرفض يأبى ان هو يكون ليه تكليف، فده حقه القانوني. لكن مش معنى كده ان قانون التكليف غير دستوري لانه فرض حاجة مش موجودة في الدستور. هذا كلام طبعا. المشكلة بقى الاكبر ان العضو الوحيد الذي يمكن ان يسرق بعد الوفاة لمدة 24 ساعة حتى لو تم دفن المتوفي هو القرنية. غلق بنوك القرنية بمثل هذه المواد والتعديلات هو اللي هيفتح باب السرقات، لان الحاجة ام الاختراع. احنا عندنا عشرات الالاف من المصريين معظمهم بيتحرض لعتامة القرنية نتيجة حوادث السيارات. الازاز بيخش، الناس فاكرة ان هي امراض عيون وكلام من ده، لا، الغالبية من حوادث السيارات. فبيحتاجوا الى نقل قرنية. النهاردة بيجيبوها من امريكا ب 2000 و 3000 دولار دولار القرنية، غير تكلفة المستشفى. لا، ولها اضرار. ولها اضرار، وممكن يكون فيها عدوى فيروسية، مشاكل كبيرة جدا. طيب، بعد كده الناس هتخش القبور. لو احنا ما عندناش نظام حقيقي وعلمي وواضح لهذا التبرع لحل مشاكل الناس، لأن المشكلة عندنا مش حماية أجساد الموتى، احنا المشكلة عندنا محاولة إنقاذ حياة المرضى. في بعض الناس فهمها بالعكس. أيوه، الأستاذة الدكتورة شيرين طبعا هي أستاذة في كلية الهندسة، لكن احنا اللي بنشوف العيانين اللي عندهم فشل قلبي جايين عندنا مش عارفين نعمل لهم حاجة، ومفيش نقل قلب في مصر، وبهذه الطريقة. واحنا عمالين القانون ده اتعدل السنة اللي فاتت على فكرة، وكل سنة بيتعدل. احنا لسه برضو موضوع النضج الديمقراطي في البرلمان. حضرتك ليه يا فندم لما حكومه طلبت؟ بغض النظر يا جماعه، القوانين ما بتتعدلش كل 6 شهور والدستور ما بيتعدلش كل سنه. وضع يا فندم، لا، بعد لازم يكون في دكتوره شيرين، في جملتين مهمين يا فندم. بالظبط، تم تعديل العقوبات علشان نتيجه الممارسات الخاطئه والقضايا اللي تم ضبطها يا فندم، ووصلت العقوبه فيها للاعدام. فلو الكلام بتاع اللي يمكن الدكتور قال ما فيش سرقه، وبعدين دلوقتي بيقول في هناك سرقه، احنا مش بنتكلم على سرقه، بنتكلم على القلب. لما جه يتكلم على القلب، يعني انا النهارده المطلوب يعني هو حاجه بيدعو ان احنا نفتح كده ان حضرتك تاخد اي عضو من اي شخص دون موافقته، اذا كان الدستور اقر بذلك في اي قانون مش متواكب مع الدستور يجب تعديله. لا، لكن اذا كانت الماده 5 في 2010 في القانون 5 لسنه 2010 اقر برضو بالموافقه الموثقه، فحضرتك دلوقتي خرجنا بره القرنيه اللي انا بحاول اضمنها للقانون الى القلب اللي حضرتك بتقول انا مش لاقيه. فانا عايز يعني هو هي كل دعوه من حضرتك. احنا بنتكلم، يعني حضرتك بتدعو انا بدعو تنتزع العضو. لا يا فندم، لا، انا ما بدعوش كده، انا اعرف اتكلم عن نفسي كويس قوي. انا بدعو البرلمان ان يهتم بحياه البشر، بدعو البرلمان ان يعدل القانون ويكتب فيه ان عند استخراج بطاقة الرقم القومي يسأل كل مواطن على استعداده، وان يمنح الموافقين على التبرع لانقاذ حياة مواطنين اخرين بعض المحفزات زي في قانون التأمين الصحي والاشياء مثل ده اللي بدعو اليه كخطوة متوسطة ما بين الدول المتقدمة اللي سبقتنا. بس معلش، يعني الدول اللي حضرتك بتشير ليها دكتور خالد يعني ما فيهاش أمية، يعني اللي بيطلع بطاقة عندنا في سن الكام؟ 16 دلوقتي؟ 16 سنة. يعني في نسبة كبيرة جدا ما بيكونش لسه بيعرف يقرأ ويكتب. احنا هتيجي تسأل، انت عارف حضرتك احنا محتاجين قد ايه؟ المتبرع الواحد المتوفي ممكن ينقذ حياة لغاية 57 واحد، بينقذ حياة 7 وبيحسن حياة 50 واحد اخرين. فاحنا عندنا حوادث السيارات بس تكفي مصر كلها من التبرعات بالأعضاء، والناس مستعدين.